أبدأ بسم الله الرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول، ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا، وآله وصحبه ومد به سبيل دين الحق غير مدلع، وفعل فعلاً بوجوب المعرفة من واجب لله عشرين صفة، فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق، وقائم غني وواعد وعي قادر مريد عليم بكل شيء، سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم، فقدرة إرادة سمع بصر حياة العلم كلام استمر، وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله، أرسل أنبياء ذوي فقانا بالسلك والتبليغ والأمانة، وجائز في حقه من أراد بغير نسك خفيف المرض، عصمته كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة، والمستعيل ضد كل واجب ففل خمسنا بحكم واجب، تفصيل خمسة وعشرين لازم كل مكلف فهكك واغتنم، هم آدم إدريس نور دمع صالح وإبراهيم كل متبع، لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تذا، شعيب هارون وموسى واليسع زلكفل داود سليمان تبع، إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا، عليهم الصلاة والسلام وآله مدام هذه الأيام، والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم له، تنزل عجم هم جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل، هم كناكر وراكب وكذا عتيد ملك ورد ونتذا، أربعة من كتب نفصلها توراة موسى بالهدى تنزلها، زبور داود وإنجيل على عيسى وبرقان على غير الملا، وصحف الخليل والكليم فيها كلام الحكم العليم، وكل ما أتى به الرسول فهج التسليم والقبول، إيمان نبيا من آخر وجه وكل ما كان به من العجب، خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما علمك وعمره قد جاوز الستين وسبعة أو
وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينة كذا جويرية للمؤمنين أمهات قرية حمزة عمه وعبس كذا عمته صافية ذات اتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليل لقدس يذرى وبدا إسراء رجل السماء حتى رأى النبي رب كلمه من غير كيف والإصرار وافترض عليه خمسا بعد خمس نفر وبلغ الأمة بالإسراء وبالعروج ست وفاله وهذه عاقدة مكسرة وللعوام سالة ميسرة نظم تلك أمد المرزوق من يتبه لصادق المسلوق والحمد لله وصل سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل مرشد وكل من بخير هدي يقتدي وأسأل الكريم إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبيت آمن